بداية تحياتي إليك وللسادة المشاهدين ولكل الأشقاء في الجزائر. يعني تحتل هذه أو تحظى هذه القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بأهمية من حيث ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تحديات وأهمية للاستقرار والتوافق ما بين الدول الأعضاء في هذا المنتدى. يعني نحن ما زلنا في اليوم الأول، هناك اجتماع يجرى للجنة الخبراء رفيعة المستوى للنقاش أو التواصل أو التوافق حول النقاط المطروحة والملفات المطروحة على طاولة هذه القمة، والتي ترتبط بمسألة استقرار الأسعار والتنسيق والعلاقة ما بين الدول المنتجة والمصدرة إلى والدول أيضا الدول المستوردة. من حيث السياق والظرف الراهن العالمي في الوقت الراهن تمثل أهمية لوسائل الإعلام والدول بشكل